اذا جينا هذا النهار باش نوصف لكم الحاله اللي وصل ليها هذا السوق الجمله ديال الكراج علال بسبب جائحه كورونا اللي حنا نورمالمون من شهر 3 وحنا سادين من 20 مارس 2020 وحنا سادين. اذا كما كتشوفوا المحلات كلها مسدوده سيروس واحد، ولكن كيبقى السؤال المطروح هو شنو وقع وسط المحلات. اذا شنو وقع وسط المحلات هو انه صاحب محل كيكون كيلتزم انه يخلص السومه الكرائيه الشهريه، يكون ملتزم اساس ايضا انه يخلص ديك الخدام اللي عنده، حيت كما كتعرفوا الخدمه ديالنا مع الكليان كتكون ماشي على اساس السلعه، كتكون بنيه واحد العلاقه ديال الثقه، الثقه ما بين الكليان وما بين البائع اللي كاين في المحل. اذا الضرر اللي كتشوفوا اللي يصاب جميع التجار ديال سوق جمله اللي هو مكون مئات ديال التجار، هو انه الناس كتخلص من جيبها وما كاينش واحد المدخول قار شهري، ما كاينش واحد المدخول قار اللي باش الناس تحمل المصاريف اللي كتجيها يوميا وكل اسبوع وكل شهر. وكما كتعرفوا حنا اصلا اساسا كنا خدامين بالكيمبيالات وبالشيكات، يعني كان الليكيد في المارشي شويه مفقود. الناس كانت عواله على ديك السلعه اللي باعت في شهر 11 شهر 12 على اساس تسهيلات في الاداء على اساس انها تخلص شهر 3 وفي شهر 4، الى بينا دابا كنتفاجئوا انه حتى ديك الشيكات وديك الكيمبياله ديال شهر 3 وشهر 4 ما تخلصوش. اذا دابا الضرر كيكون مضوبل لا بالنسبه للتجاره لا بالنسبه لديك الكيمبيالات اللي ما تخلصوش. ودابا حنا كنطالبوا كنطالبوا الدوله باش تلقى لنا شي حل، اللي حنا عارفين الخطوره ديال هذا الفيروس هذا كورونا اللي صاب المغرب، وملتزمين على انه نحترموا جميع الاحتياطات اللي بما فيهم التعقيم ديال الناس اللي كاين خدامه في وسط المحل، وبما في ذلك احترام مسافه الامان ما بين الزبون وما بين مول المحل وما بين الخدام، هذا من ناحيه. وثالثا كنحترموا انه جميع التجار ديال الكراج علال سوق قريعه وحي الفرح انه يلبسوا الكمامه ديالهم باش يتفاداو الانتقال العدوى ما بين الناس. وحنا كتجار ديال سوق كراج علال والقريعه وحي الفرح اللي كنتميو لجمعيه مسار، حنا كنلتزموا وكنعرفين انه عندنا الامكانيات في اننا نطبقوا هذه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، يعني توسكي بافيت كمامات الحمد لله راه كاينين متوفرين في السوق. بالنسبه لجي الادغوا الكوليك حتى هما كاينين في السوق، يعني حنا كنلتزموا باننا نطبقوا جميع الشروط الوقائيه باش نقللوا من احتمال انتشار العدوى ما بين الناس. اذا حنا شنو كنقترحوا من طرف الدوله؟ انه يكون تاسيس ديال واحد اللجنه اللي يكون فيها عون السلطه، يكونوا مع واحد جوج ديال الناس اللي يكونوا كيدوروا على المحلات وكيشوفوا واش كيحترموا ديك المعايير السلامه اللي حنا كنلتزموا بها اننا نطبقوها، اللي كما شرحت سابقا اللي هما استعمال الكمامات الواقيه، استعمال لجل الادغو الكوليك، واحترام مسافه الامان. يعني هذا العون السلطه اللي غيكون خدام مع واحد جوج ديال الناس واحد اخر ولا ثلاثه غادي يدوروا على المحلات. بالنسبه للمحلات اللي كيحترموا هذه المعايير ديال الوقايه تبارك الله داكشي اللي بغينا، الا كان واحد المحل ما كيحترمش ديك المعايير ديال الوقايه غادي يكون واحد الانذار بالنسبه لديك المحل، اللي انا كنظن من بعد هذا الانذار ديك المحل غادي يكون اوبليجي انه يحترم ديك معايير الوقايه.